السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها مستقبل القضية الصحراوية بعد رحيل محمد عبد العزيز. معي لمناقشة هذا الموضوع نانا لبات رشيد، كاتبة صحراوية. أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبول الدعوة والحضور معنا. طيب، نقاش مستقبل هذه القضية، يعني من خلاله نبدأ بهذا المحور حول مجموعة من المستجدات في منطقة القرقرات. يعني كيف تنظرون للمساعي المغربية لتطهير منطقة القرقرات من تجارة المخدرات وأنواع التجارة غير المشروعة؟ طيب، شكرا جزيلا. أولا، لا يمكن أن يسمى ما قام به المغرب مؤخرا، النظام المغربي، لا يمكن أن يسمى مساعي، يعني المساعي دائما كلمة ارتبطت عادة بما هو حسن. ما قام به المغرب هو تجاوز تم فيه خرق لاتفاقية مبرمة ما بين المغرب وجبهة البوليساريو من شأنها الترتيب لما بعدها، وهو تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية لتقرير مصير الشعب الصحراوي. الاتفاقية هذه تنص ضمن بنود عديدة، منها أن لا يتم تجاوز اتفاقية 1991. نعم، أنه المغرب جنوده متواجدين خلف الجدار المقسم للصحراء الغربية والمنطقة المحررة التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، لا يمكن لأي طرف أن يتعدى هذه البنود، وإلا قام بما يسمى بالخرق. المغرب خرق وقف إطلاق النار لأن جنوده حاولوا دخول، أو قواته أو عماله دخلوا المنطقة المحررة. ما يقال أو ما يشاع أو ما تدعيه الدعاية المغربية أنها عملية تطهير. إذا كان المغرب فعلا مهتم بعملية تطهير المنطقة ككل من تجارة المخدرات والمهربين، فعليه أولا أن يتوقف عن زراعتها وعن إنتاجها. طيب، وعن حتى توزيعها. البلدان أيضا هناك تجار ومزارعون لهذه المواد، لكن يحكم عليهم القانون. لا 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 لا، يحكم عليه القانون. هذا ما تقوله على الأقل المغرب. المغرب على الأقل هذه لا يقول المغرب بأنها مساعي. هناك بلد مثلا في المغرب العربي، في منطقتنا خاصة، ليس هناك بلد غير المغرب يزرع المخدرات. لا توجد زراعتها في موريتانيا ولا في الصحراء الغربية، لكن غير مشرعة هذه. لا مشرعة في المغرب وبرعاية ملكية وبرعاية النظام. لا أيضا، ربما هذا تنافيه ما تحدث عنه وسائل الإعلام وما تحدث عنه الجهات الرسمية. لا، هذه أنا لا أمارس هنا الدعاية الخاطئة على اتجاه المغرب. زراعة المخدرات في المنطقة، توزيعها، تهديد المنطقة بها، هذه صناعة مغربية بحتة. الذي سيطهر المغرب منه أو ما سيقوم به المغرب من تطهير كما تدعيه الدعاية في منطقة القرقرات، هذا قول أول شيء مردود على المغرب، لأنه أول شيء إذا كانت هناك مخدرات فهي آتية من المغرب عبر هذه المنطقة. طيب، لو كان المغرب، وفي يعني النهاية هي دعاية، لو كان المغرب لا يسعى إلى عمل ما يقول بأنها عملية تطهير، يعني هو دخل من أجل إنشاء طريق ومن أجل تطهير هذه المنطقة. لو كان العكس، كان هل يعني كان من الوارد أن المغرب أبقى قواته أو جنوده وعسكره الذين دخلوا في المنطقة في تلك المنطقة؟ لا، علينا استحضار شكل المنطقة وجغرافيتها. أول شيء علينا استحضار جغرافية والمنطقة بحد ذاتها. الصحراء الغربية، المنطقة المعروفة جغرافيا اللي هي الصحراء الغربية، قسمت من طرف المغرب بجدار عازل ملغم، قسمها طوليا وعلى ثغرة غير بعيدة من الحدود الصحراوية الموريتانية. تم فتح ثغرة في الجدار في سنوات ماضية، في التسعينيات القرن الماضي نهايتها، بدافع إنساني بحت، لأنه العائلات الصحراوية الموجودة في الصحراء الغربية الجزء المحتل، وفيه أيضا عوائل موريتانية، وفيه حراك اجتماعي أكثر هو منه اقتصادي وسياسي، وفيه أيضا لاجئين صحراويين الذين لديهم عائلات أو جلهم عنده عائلات في المنطقة المحتلة. كان هذا الطريق الرابط مساهم في أنه، أو هذه الثغرة المفتوحة مساهم في دخول متغاضى عنه ما بين الموريتانيين والصحراويين، واستغله المغرب في مؤخرا
في كأنه بوابة للمغرب في إفريقيا، وحتى دعايته تعتبر أن تلك الثغرة هي حدود مغربية موريتانية مزعومة، وهذا ما لا، هذا هو الغير موجود. بمعنى أنه السعي مثل ما قلت أو 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 خلق قصة من أنه هذا طريق لإنشائه ولتطهير المنطقة، هذه كلها جعجعة بدون ربما بدون هناك تحديد. تقارير إعلامية مستقلة تحدثت عن تلك المنطقة بأنها منطقة تهريب، منطقة انتشار بالمخدرات إلى غيره. هنا السؤال، بغض النظر عن ما يقوم بذلك أو المغرب تحديدا، يعني أليست المنطقة أو تطهير هذه المنطقة في صالح الشعوب المغاربية عموما؟ هو الذي في صالح الشعوب المغاربية هو استقرار المنطقة وتوفير الأمان والحرية والعدالة الاجتماعية والعدالة الكونية. ربما هذه مرحلة مرجوة أو مستقبلة، لكن ما نتحدث عنه في الواقع. هذا هو الأساس. الموجودين في الصحراء الغربية، الجزء المحتل اللي سيطر عليهم المغرب، لولا سيطرة المغرب ما دخلت أصلا تجارة ولا سيارات مستعملة وغير مستعملة، ولا سمعنا من هنا ومن هناك عمليات تطهير ضد المهربين، لأن كل هذا يقع تحت الحماية، إن وجد فعلا وإن كان هو المشكل، يقع تحت الحماية المغربية. لأنه الآتي من تجارة المخدرات، لو فرضنا أنه هذا هو الحقيقي، الآتي من تجارة المخدرات، الآتي من تهريب السيارات، يأتي من الصحراء الغربية عبر البوابة المغربية. لا توجد طريقة أخرى يعني يهرب منها. إن فرضنا أن الصحراويين فعلا منهم من يقوم بهذا أو الموريتانيين حتى، لكن هذا كله تحت الرعاية السامية للسلطات المغربية. طيب هذا على مسؤوليتك. يعني بعض وسائل الإعلام ألمحت إلى مباركة الأمم المتحدة لهذه المساعي وما قامت به المغرب، بل ذهب البعض إلى أن ربما الأمم المتحدة تمول هذه باعتبارها مقاولة، كما نقلت ذلك وكالة إيفي الإسبانية عن ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بخاري. يعني ما لا يعني ذلك أن الأمم المتحدة تتفهم أهمية هذا التطهير، تطهير هذه المنطقة باعتبارها بؤرة للتهريب والإرهاب؟ إذا كانت الأمم المتحدة تدخلت في هذا الموضوع، فهي تدخلت لسببين. السبب الأول أنه المسألة اعتبرت خرق لوقف إطلاق النار، لأن البوليساريو تصدت للموضوع بمراسلة مجلس الأمن للأمم المتحدة، بعثت المينورسو بأنه تم دخول منطقة لم يكن لجنود المغرب ولا لعماله أن يدخلوها، لأنها محررة وبموجب الاتفاقية يجب أن لا يتم تجاوزها. الأمم المتحدة تدخلت لتشرف على ما تبقى ربما من أو هي محاولات حثيثة لكي لا يتم فعلا الرجوع للكفاح المسلح أو السلاح، لأنه هذا خرق كما قلت لوقف إطلاق النار. لم يقل البخاري ممثلنا في الأمم المتحدة أنه هذا يحدث بمباركة أممية، بل فقط هناك حديث أنه الأمم المتحدة أو جهات أو أطراف، هي فرنسا هي من عرضت تحديدا أنه يتم فعلا استكمال ما تم من إنشاء الطريق تحت الرعاية الأممية. هذا رفضته البوليساريو جملة وتفصيلا، ورفض حتى في المجلس الأمن، لأنه هذا ليس من اختصاص الأمم المتحدة، وأي تجاوز أو أي نشاط في تلك المنطقة حسب بنود الاتفاقية يجب أن يتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية. الأطراف المعنية دائما هي المغرب والجبهة البوليساري ومجلس الأمن أو بعثة المينورسو. طيب فيما يتعلق بهذا الخرق، اسمح لي أقول لك ما يعني سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قال أن عملية البناء تمت بالتشاور مع السلطات الموريتانية وبتنسيق مع بعثة مينورسو، وهذا الأمر يتطلب على حد تعبيره إشعارا بسيطا، يعني وهو ما قام به المغرب بعد 24 ساعة من انطلاق الأشغال. يعني هذا الطريق أيضا قال بأن له طابع مدني، يعني بمعنى أن المغرب لم يخرق الاتفاقية. هو جميل أنه استدركها، وكي لا تكون يعني الكذبة ناصعة جدا، أنه قال إشعار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو بعثة المينورسو بعد 24 ساعة من وبالتنسيق مع موريتانيا، لأن هذا الطريق له طابع مدني يخدم الشعوب المغاربية جميعا. إذا كان هناك تنسيق ما بين المغرب وموريتانيا في هذا الجانب، فالذي يمكن أن يتحدث عن صحته من عدمها هو الجانب الموريتاني، لكن لا أعتقد أنه فيه تنسيق، لأنه مؤخرا التصريحات الموريتانية تقول بأن الموضوع أصلا لا يعنيها، لأنه ليس على حدود هذا ما بين جبهة البوليساريو ولا ما بين جبهة البوليساريو والمغرب. ما أنا على دراية به أو ما نحن على دراية به أنه قبل دخول القوات الصحراوية للتصدي
لهذا العمل المغربي هذا الذي بموجبه فعلا خرق وقف إطلاق النار ودخلت قواته منطقة محررة، تم ذلك بالتنسيق فعلا مع موريتانيا أو إشعارها على الأقل، أنه لأنه كما قلت لك يجب دائما استحضار في أذهاننا الخارطة والموقع تحديدا الجغرافي، لأنه غير بعيد من كل ذلك أيضا تقع الوحدة العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود الموريتانية الصحراوية، وبالتالي ربما يكون هناك تنسيق أو إشعار على الأقل لأنه هذا. لكن ما تقدم به السفير المغربي من صحة هذا يعني إخطار الأمم المتحدة لو كانت بعد 24 ساعة؟ لو كانت الأمم المتحدة اختيرت بهذا وانبعثت لمينورسو كان لم تكن لتوقف أيضا أو تشرف الآن على 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 وقف هذه الأشغال. الأشغال الآن متوقفة حتى من يوم 28 في أغسطس المنصرم منذ طيب أن دخلت القوات الصحراوية. طيب بهذا الطرح يعني المغرب كما تقولون أنتم خرقت هذه الاتفاقية بعد 1991 وقف إطلاق النار. أيضا البعض يرى أن تدخل العناصر العسكرية الصحراوية في تلك المنطقة أيضا هو خرق، لأن كان أخطرت ربما هي أرسلت رسالة وهي وجهت رسالة للأمم المتحدة ثم بادرت بإرسال كتيبة عسكرية، أليس هذا أيضا خرقا للاتفاقية؟ لا يعني هي لم تدخل بإذن حتى أممي. طيب المنطقة التي تواجد فيها الصحراويين والصحراويين الآن سواء على بعد أمتار من القوات المغربية أو فيما هو أبعد من ذلك، هذه منطقة محررة تتواجد فيها القوات الصحراوية، ما في شيء مستجد يعني في الموضوع. لكن من يوم 15 أغسطس إلى غاية يوم 28 والقوات المغربية تخرق هذا تخرق الاتفاقية وتباشر ما تسميه طريق تعبيد طريق رابط ما بين يعني في تلك المنطقة المسمى الكركرات. إلى من يوم 15 إلى يوم 28 كاد يكون مدة أسبوعين تقريبا، والجبهة جبهة البوليساريو تراسل مجلس الأمن بتكرار هذه الخروقات المغربية لوقفة عند حدها، ما اضطرها أخيرا إلى أنها فعلا تحضر قواتها ووحدات من الدرك الصحراوي لوقف الأشغال هذه بالقوة، وهي موجودة الآن. يعني هذا حماية للتراب الصحراوي، لأنه البوليساري تسعى إلى تحرير كامل الصحراء الغربية، فكيف تفرط في جزء أصلا محرر؟ يعني هذا تدخل طيب سافر. المغرب قال بأنه سيلتزم ضبط النفس تجاه المواجهة مع البوليساريو في القرقرات، لكنه مصمم على إنشاء هذا الطريق الذي يعتبره استراتيجيا في مفهوم المغرب. يعني القضية الأمور الاستراتيجية بالنسبة له أولوية وينبغي أن تقوم. يعني في ظل هذا التصميم المغربي على إنشاء هذا الطريق، يعني ما مستقبل هذه المنطقة؟ طيب هو الطريق استراتيجي بالنسبة للمغرب أو غير استراتيجي، لأنه فعلا يتم عبره ولوج إفريقيا التي يلجها بثروات عبر استنزاف الثروات الصحراوية. يعني المنطقة التي يمر منها المغرب إلى موريتانيا أو إلى باقي دول إفريقيا طريقة غير مشروع بالنسبة له، لأنه يمر بأراضي هو انتزعها بالقوة وأراضي لازال الصراع مستمر عليها ويطالب بها أهلها ويطالبون باستقلالها. بالتالي كل ما يقوم به المغرب سواء من وراء الجدار استنزاف خيرات الشعب الصحراوي وأراضيه أو من العبور القصري عبر أراضيه إلى دول إفريقية يعني يصدر نحوها خضرواته وحتى حشيشه تعتبر أشياء غير 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 مشروعة. وبالتالي نحن لا نعمل على لا يمكن ان يقنعنا المغرب باستراتيجيه هذا ولا ايضا باهميه هذا للشعوب المغاربيه، لان يعني الشعب الصحراوي جزء من الشعوب المغاربيه وهو الاكثرها ضرر وحقه في الحريه والاستقلال وبناء دولته، هذا هو الذي يجب ان تقوم على اساسه باقي الحقوق الاخرى الثانويه كتنقل الافراد والجماعات بدون قيد او شرط وبتسهيلات من الأنظمة. وبالتالي المستقبل على ما يبدو ما لم تحل القضية الصحراوية يبقى دائما المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، لأن الصحراويين طال الظهر أو قصر لابد أن يحرروا أراضيهم. طيب ما هي الخطوة الموالية في حالة تكرار الخرق أو ما حسب ما تسموه أنتم خرقا؟ يعني ما هي نحن لا نسميه، يجب أن نتفق على أشياء منطقية. نحن قلنا هذه اتفاقية
طبعا أي طرف من أطراف اتفاقية ما قام ب ب يعني بخرق لبند من بنودها او لها او لبنودها كلها يعتبر خرق لل يعني هذا نحن لا نسميها كذا جزافا، حتى ان الامم المتحده تعتبر ان المغرب خرق الاتفاقيه لانه تجاوز الى منطقه لم يكن طيب لم في يكن حال هذا التجاوز والله التصعيد هو الذي يبدو انه لا البوليساريو ستقبل انه يتم انتهاك ولا شبر من الاراضي الصحراويه المحرره، بل مساعيها أنه يتم تحرير باقي الأراضي الصحراوية. وللمغرب شؤونه إن واصل أو تمادى أو حتى تجرأ على مناطق أخرى، البوليساريو لها دائما الحق في أنها تدافع عن شيء مشروع. طيب إذا اسمح لي بلا فاصل ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. فاصل قصير مشاهدي الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا، نلتقي بعد الفاصل. المشهد لهذا المساء والتي نناقش فيها مستقبل القضية الصحراوية مع مناقشة هذا الموضوع نانا لبات رشيد كاتبة صحراوية، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني ربما التساؤل هنا الوارد بصفتنا هنا السؤال، نحن كإعلاميين يعني ربما نتساءل عن حجم وطبيعة التدخل العسكري الذي قامت به البوليساريو لإيقاف إنشاء هذا الطريق. يعني حجم البوليساريو حركت دورية بعدد معين لإيقاف الطريق، وهذه الدورية على بعد 100 متر من العمال المغاربة، والمسافة التي تفصلهم مسافة صغيرة جدا، لكنها بهذا أوقفت. كان هناك يعني تشيرين أنه كان هناك نوع من المبالغة، حديث إعلامي حول يعني نقل آليات ثقيلة عسكرية. لا، كما أشرت لك في البداية انه المنطقه التي تواجد منطقه القرقرات وما على بقربها كل المناطق المحرره تشكل نسبه 20% من الاراضي الصحراويه، هذه كلها متاحه لقوات البوليساريو. ما فيه جزء من هذه المنطقه غير متاح للجيش الصحراوي، فيه 6 نواحي عسكريه بآلياتها وبمقاتلينها وبتجهيزاتها متوزعة على طول هذه المنطقة، وبالتالي وجود المقاتلين الصحراويين قوات البوليساريو جيش الصحراوي لا يعتبر على الأقل بالنسبة لنا وبالنسبة للمتابعين الشأن الصحراوي جيدا، لا يعتبر شيء غريب، لأنه هذه المنطقة محررة تواجد فيها الصحراويين مقاتلين وحتى مدنيين، وبالتالي منطقة القرقرات منطقة تقرب في حدود وفي حدود سيطرة الناحية العسكرية الأولى، وتنقلت وحدة من طيب إذا كيف تصفين الموقف الأممي يعني بشكل عام حول التطورات في هذه المنطقة؟ الأمم المتحدة مطالبة باستكمال ما بدأته منذ وقف إطلاق النار، وهو أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار أو وقف الكفاح المسلح ما بين المغرب وجبهة البوليساريو على أساس التحضير لاستفتاء تقرير المصير، وبموجبه وجدت بعثة أمينورسو التي هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار. الجهود الأممية يجب أن وإن كانت يعني استنفذت الكثير من الوقت، لأنه منذ بدء وقف إطلاق النار منذ الاتفاق على مشروع السلام هذا مر أكثر من حوالي ربع قرن على 25 سنة، يعني هذه اتفاقية وهذا مشروع سلام طال حصاده، طال انتظار حصاده حقيقة، لكن الأمم المتحدة مطالبة بأنها تستوفي ما بدأت. أما أن تتم انتكاسة في هذا المشروع برغم أنه منتكس أصلا، لكن تتم انتكاسة بأنه يتم فعلا الرجوع إلى الكفاح المسلحة واستئنافه مجددا، تعتبر أول شيء هزيمة للأمم المتحدة، لأنها ما استطاعت أنها تنتزع حق الصحراويين ولا استطاعت أنها توفي بالتزامات الاتفاقية كانت هي. طيب بالنسبة للموقف فيما يتعلق بالتطورات التي حدثت مؤخرا، هناك وحدة من المينورسو من البعثة هذه تقف ما بين المغاربة وما بين قوات جبهة البوليساريو والمغرب، هذا حد
هذا جزء من عمل هذه البعثة. على الأقل هي تسهر الآن على أنه يتم على الأقل عدم وتدعو إلى ضبط النفس، وفيه تقارير وتخشى من فعلا استئناف العمليات القتالية. لكن الأمم المتحدة لم تصف ما قامت به المغرب بأنه خرق. لا وصفته في تقريرها. ليس بهذه العبارة لا يعني. لا لا تخرج لا هو مبارك. هذا يمكن الرجوع له لأنه ناطق الرسمي باسم الأمين العام يتحدث في الموضوع من أسبوعين. الأمم المتحدة مجلس الأمن وزعت عليه رسالة فيها. طيب إلى أي حد أنتم اليوم ما زلتم تعولون على الأمم المتحدة؟ والله السلام يستحق العناء لأنه فيه راحة للشعوب، لكن أيضا القبض على الخيارات الصعبة هذا يعتبر أيضا من شيم المنتصرين لحقهم، والله الذين لديهم حق مصرين على انتزاعه. نحن لا نعول على الأمم المتحدة ونبقى مكتوفين الأيدي، لكن الخيارات كلها أمامنا متاحة. طيب بالنسبة لموقف الاتحاد الأفريقي خاصة بعد أو في ظل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، يعني ما هي مواقفه يعني؟ لا المغرب لم يعد للاتحاد. نعم هناك مساعي على نيته العودة للاتحاد الأفريقي. حتى أنه لم يكن فيه مثلا لا يعني عودة للاتحاد الأفريقي لم يكن لا المغرب أصلا لم يكن في الاتحاد الأفريقي. كان في منظمة الاتحاد الأفريقي. لا منظمة الوحدة الأفريقية وهناك نعم. فرق وهناك فرق. المغرب فعلا منظمة الوحدة الأفريقية لكنها تطورت بعد ذلك إلى الاتحاد الأفريقي. نعم لكن مقعد المغرب في منظمة الوحدة الإفريقية عندما تركه شاغرا أو غادره لدخول الجمهورية العربية الصحراوية في منظمة الوحدة الإفريقية 1984 لا يمكن أن يبقى شاغرا حين انتظار عودة المغرب، وخاصة بعد أنه قامت منظمة على قوانين أخرى وشاكلة أخرى ومعطيات دولية أخرى اسمها الاتحاد الإفريقي. أيضا من المؤسف جدا أنه دولة نستطيع نقول بحجم المغرب وتكون لها دعاية إعلامية يعني من السهل تكذيبها حسب يعني لا تستند إلى حقائق معينة، لأنه فعلا الدعاية المغربية ادعت أنه المغرب عاد للاتحاد الأفريقي مظفرا وبأنه هناك أكثر من 28 دولة. هو الآن في انتظار التصويت، لكن ليس هناك شيء اسمه التصويت في 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 بخصوص البند الذي يطلبه المغرب. أي دولة لم تكن في الاتحاد الإفريقي وهي في إفريقيا بإمكانها دخول الاتحاد الإفريقي بمجرد توقيع على الاتفاقيات. ليس هناك شيء اسمه، لا يحتاج المغرب إلى تصويت أو إلى مباركة من بعض الدول أو غيرها. ما يحتاجه هو أنه يوقع على الاتفاقيات الموجودة التي ينص عليها الاتحاد الإفريقي وهو جزء منها. هل سيوقع إذن على تلك الاتفاقيات؟ وهل سيدخل الاتحاد الافريقي بوجود الجمهوريه العربيه الصحراويه؟ هذا ما ينتظر المغرب من مفاجات ان قرر فعلا العوده للاتحاد الافريقي. لكن ان تشير الدعايه المغربيه الى انه تم فعلا عوده المغرب او تم الترحيب به او تم التحضير لذلك او حتى انه على اساس انه طرد الجمهوريه العربيه الصحراويه، هذا ما لم تكن له من اسس اصلا في تلك القمه الافريقيه التي ادعى بها المغرب كل هذه. طيب اسمح لي انتقل يعني مستقبل القضيه ايضا لكن من جانب ثاني، يعني السؤال هنا، هل هناك تغيير في النهج لدى قياده البوليساريو الجديده عن 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 القياده السابقه؟ مساله النهج هذه تطرح يعني سؤال كبير، لكن الجواب عنه دائما هو جواب واحد. النهج الذي سلكه الصحراويون منذ أربع عقود أو أكثر، منذ 43 سنة من 1973 إبان إعلان الكفاح المسلح ضد إسبانيا الدولة التي كانت تحتل الصحراء الغربية قبل المغرب إلى يومنا هذا، هو نهج تحرري يهدف إلى تحرير الصحراء الغربية وتحرير الإنسان الصحراوي من ربق الاستعمار. ما تحت هذا أو الفروع تحت هذا النهج كلها تبقى بالنسبة للصحراويين بالنسبة لقيادتهم ثانوية. يعني النهج هو نهج تحرري، وبالتالي لا أعتقد أنه مطروح بالنسبة للصحراويين ولا لأنصارهم مسألة
هل سيتغير منهاج الصحراويين عما كانوا عليه في زمن محمد عبد العزيز رحمه الله، شيخ محمد عبد العزيز، أو حالا نهج واحد؟ والقضية لا تتغير بزوال رجال، لكن هناك مساعي تجاه السلام وهناك مساعي تجاه الحرب أيضا. أو محمد عبد العزيز رحمه الله، الشهيد محمد عبد العزيز رحمه الله، كان رجل حرب ورجل سلام. كما قاد الحرب ببسالة منقطعة النظير، قاد أيضا السلام مستميتا فيه ومادا إليه. طيب لم يقل ثلاث دقائق، اسمع لي نوظف هذه. بمعنى أنه الحرب والسلام والجهود الدبلوماسية والجهود الساعية لتكوين الدولة الصحراوية، المزيد من تطويرها، المزيد من تطوير الإنسان الصحراوي لضمان نهاية سعيدة للصحراويين بتحرير طيب أرضهم. هناك انتقاد قوي من المعارضة، انتقاد قوي من المعارضة الصحراوية لقيادتي بوليزاريو، يعني السابقة والحالية. السؤال هنا، لماذا لم تبادر قيادة بوليزاريو إلى جمع كل الأطراف واحتواء كل الأطراف من أجل توحيد الصف؟ مثلا خط الشهيد إلى غيره. هناك والله كثير من الانتقاد موجه للبوليزاريو على طريق الانتخابات، اختيار القيادات لأنه غير ديمقراطي. هناك من ضرب عليه. شوف، باختصار شديد، البوليساريو والشعب الصحراوي وصلوا في نضالهم إلى ما وصلوا إليه، ومستمرين فارضين هذا الوجود، فارضين هذا النضال، فارضين كيانهم الصحراوي، فارضين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وذي الذهب كممثل وحيد وشرعي للصحراويين. وصلوا له لأنهم كانوا دائما محصنين ضد هذه الانقسامات التي تشتت الجهد وتشتت المساعي. ليس هناك أطراف صحراوية تجمع من أجل خيار التحرير، بل هناك طرف واحد صحراوي يعنيه تحرير الصحراء الغربية. لا وجود لأطراف، لا وجود لمعارضة، لا وجود لتباين طبيعي البشري، التباين الطبيعي، يعني الدعوة إلى دمقرطة هي أصلا ديمقراطية. إحنا نقيم مؤتمراتنا يتم بموجبها اختيار القيادة الصحراوية، اختيار البرنامج الصحراوي، نصنع برنامج الدولة بنفسنا، عندنا هيكل. طيب عندنا مؤسسات. طيب هناك من يرى أن الصراع في القضية الصحراوية يعني جزء منه محلي بطبيعة الحال، لكن هناك أيضا من يرى أن حقيقته هو صراع على الزعامة الإقليمية بين المغرب والجزائر. والله هذا تركت له دقيقة لا يمكنني أن أستفيض فيه، لكن دائما الزعامة والجزائر والمغرب وصراع مغربي جزائري، هذا لم تعد حكاية تثير الإعلاميين بالخصوص ولا أي كان. خلاص انتهى هذا، كان مش جب علق عليه المغرب دعايته لسنوات، وانتهى هذا مع كسر أطواق التحتيم. لا يمكن أن تستمر 43 سنة شعب يناضل من أجل استقلاله يستمر لأربع عقود لمجرد أنه هناك صراع بيني ما بين الجزائر والمغرب. الجزائر دولة كبيرة وتتغير وتمشي وتجي، صحراويين باقيين قضية. طيب إذا عذرا وصلنا إلى نهاية الوقت. نانا لبات رشيد، كاتبة صحراوية، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي بكم في حلقة أخرى من المشهد. تقبلوا أطيب المنى، السلام عليكم.